وين السلام صاحبتي، ذا انفورميشن فيري بيوتيفول تاريخية ما تيني هيا وكو سابسن تاريخ للقطينا. طبعا مرر بدن بواحد شراء مركان يعني وح اركو اما سيرتنك سمايو مثلا بالصدفة وح الله غيابا لايف مثلا بايسو بحا تيك توك اما تويتر تاريخ للقضاها اسبوشي امالها كالاسكوهستان وحيالا اتشبك وحاوية. طبعا محشة الشعوب قديمة وتشيلي تبتين القضية هي سنتشري. فور اكزامبل ذاتك اللي يراهدو اشور اما الاشوريون اما اسيريانس اللي يقانو ذاتكاس عراقي من الهسد جنانتشري وما انت ميش اللي يقانو بلاد الرافدين فابسولوت لقطة هي سن لقطة من كوحل لهذا الاشورية. اوكي بالصدفة سبحان الله وحاه لي نن اذاها سكمضة و اسكت حلو تيني لقطي سينو صونا لأيو لقطة طبعا هو ذي منطقة بحضي وحالا أتشيبك وحوية كلمة ذو صور لغا كلمة ذا مركوح صور لغاي أفر كلمة إلا الضاوضة هدوانين لغا لقدي سأعشوري لغا أما أسيريان يو عربي لغا إنجليسك وحيكو تخي أفرت كلمة بركا صدح بصحة أما صدح بصومالي كلمة ذا مركوح كلمة ذا كنت تخصص I think حق الدين لغا فلسفة الدينية كلمة بركوح حوية الله لابكا أما لاب وقلبي الشيغيو إيو روحة الله الله God روحة روح soul لبة قلب heart خلمانة صحة health. طبعا قولون كان لي هذا أشوريين تا أما أسيريان دتكاس عيد يقولي رهلو أكاديان إسكو لقط لي أوكي طبعا إسكو ضد معها لكن هو إسكو لقط يعني ولو قضاء رحلي أوكي طبعا أكادي هو شعب كل سنة ديني شيء وحيلا قصدك حوي أكاديان تقولي أن سيرتشي ما قوة وحيلا سبرايس كوا حوي إنه شعوب أكاديان ولاي هاي أول شيء ويكدوك سنين عشرين تا نمبر تو حتى قبور الله هلاي أو سوريا كطالو وقال لول بيجينا دكانين شرين أو سوريا حتى كنت نتشست العراق يبنا عيدا هاد كل جدا كان يوم ماجن دين حتى ودين إذا صومالي ذا E1 B1 حبل جروب كي حتى نليهن أو آه V32 هذا صومالي ذا تاي دين إذا و E حبل جروب كي و V32 أوكي لقد كلا ترتا أو لغرنا اللغة الأرامية أما سين إنجليز كلو يقانو أراميك أوكي وده بيجي الكتان كواسن لقد كلا ليهن سبرايز كم حيتها تقريبا بشي هوري لايف اوف كهمينس كيتشرس كفير سنه ما مر بس كتعوضا بوحا ايسو بحي واحد دوذي نن وداد مسلمه وطبعا داك انجليز كو هطلا اي ثينك يوروب تاني ولكن كان بتشوغا اي ثينك سو ميبي ان بريتش ما قال مايو يو نن او كريستيانا او يوروبيانا اسل دوذيان وحيلا لو دوذي مركا واحا ويه كلمه ده فادر نين كان مركا وحو يري لقدا ارامي فادر وحل إلى هذا أبي أما أبو أبا توضح كسك بلا ما تويس قبصين. They don't. They don't. Yeah, oh yeah, Jesus did it too. But yeah. Bible's not in Aramaic. Well, no, it has Aramaic words in it. You didn't know that? No, no. But where does Jesus use Aramaic Abba in the Bible? Mark chapter Mark chapter 14 verse 30, I think 6. Mark 14. 5. Mark what? Yeah, Mark 14 verse 36. Okay. What is the verse? It says, it's talking about where Jesus prayed in the Garden of Gethsemane and he went prostrating and it says what he says. He said he went prostrating, fell on his face and said, Abba, Father, Abba, Patero. If it be possible, okay. Let this cup pass from me. Okay. So now you're saying that this is Aramaic for what? Endearment? That's Aramaic for Father. That's Aramaic for Father. Is it endearment or literal? Well. Wait. Abba's not Aramaic. Wait. Don't interrupt. Wait. Abba's not Aramaic. Why? Lying. Why are he's you lying. Interrupting Sheikh me? Abba is lying. Why is lying? You're he's lying. Don't Abba interrupt is me. Not Aramaic. Omar, what's happening, Omar? Abba is Greek. Omar, you guys let these guys up, and you're letting these dudes interrupt. Abba is Greek. You're letting these Greek. Dudes interrupt. Omar. Omar. Tell him don't interrupt. Don't interrupt, please. Go ahead. So you're saying is this literal or figurative?
So what I'm saying is that this is the only word for father. Now, when Jesus says it, obviously... Wait, I'm sorry. You said that's the only word in Aramaic for father? Yes. Are you sure about that? Yes. Have you checked that? Yes. And if you find other words in Aramaic for father, then? Then I guess I'm wrong. Okay. But from what I've seen, that's the only word for father. Okay. What is so there'll be different forms of it depending on how the phrase of the sentence is, like my father. It might be, you know, Abi or Abu or something like that. But Abba is father in Aramaic. In Aramaic, I'm sorry. Literally or figuratively? Yes. صاحبي روح الأسواق بصرية أنا إني شيء عربيكا أما ضدك في عربيكا مر والبوحير هذا أنا ما عربت ما أنت شوكتا إنه أيضا لقطة وضع أصل أهان وح كهدي تري ضدك آرامية تام لقطة آرامي كلي ولاية أما الآرامية سهدة إني شيء وح كله عربي قديم ويا عربي قديم دوي هاي كلمة أبا يا أبا هالكي كتبت تحصل أسواق هاي ستايل لأنه أيضا مر والبوحيرين شرين الأب لورين شرين أوكي كلمة عربي صح ذا فاضل وأب مركا أب يا أب هالكيف تنت تايسا كيني سي إنه لقطان maybe how come ما لقون كروع طبعا الشعب كآرامي جاء وحو كهري آشوري جاء كون يشبق السنة والحية ضد كان طبعا وشعوب العالم القديم بالي هذا طبعا سطح شعب هذا كهضلينا أوكي يلا باللقط لا بس شعب هاللقط كهضلية إنجليزي تنا وبتلوها الدين شيء Aramaic Assyrian Akkadian ويني ليا وتبقي الكرتون أوكي أوكي ضد كان لقظهان ويدنتين ولغات العالم القديمة المنقرضة ولقظه بابا أي ولقظه خلاص متشرين محيط تاكو عدين يسا كلمة ذا هم رغلان واف صومالي that's meaning أدوغو ما أهكلي إن لغة العالم القديم تهي maybe وحا دعي كرتا أنا وحا أقرب بقول كيبا ساقاشن إني أصل أهان لقظهان صومالي كسوقاتين بلوس وحا كترتا إنو أدو لغة هذه مرمان فهمتين يعني معلومة الواحد كهد ليني واحد سكو إيش كاشا ماش لسك إيجي هاي أفك كهد التنين مصاري ذي قديم كفرعين ذا يصوماريا إنه ما أنت ضد كا الدون كتشوجا أي جنسية نقضاء هطوله بالدربية ذن مصاري ذي قديم كفرعين ذا إنه قرطاء فرشحن ككو قرن كإياء وين في صومالي قرنايا that's why في صومالي ذا الله برتا عالميا أوكي تاس حتى محيك تصيصة لقناها العالم القديم لقناها أول إما طيب يعني شن لقطة بحطة كهد لينا انت فاهمين انه لقطة سويدة وكبحثة اذا لقطة هذه هو كلام بحين اذا ولي واتشوفتها اوكي we don't know لقطة الصومالية سيئو بدبادي محيكو بدبادي ضد كاسمنا قطرة قرعين ما انقع علشان وحو قوضون باحو قان لهو بدبالين هاي لقطة هنا الهي ببدبادي ركا هوش الله الصعدة سبب محيكو لطاي مركا كومنتي قصة القر لقطة الصومالية قديم كان قديم إنه يهي إنه لقطة عالم قديم وقلم إسكو إجيهين وكلمة ضبضان نقل لحيسو إيفن لقطة إنه ولي نوشة هاي وأنا قواكا حنان بما تكون هذي سيدي كانوا أتفاهمي سال كل جيدة صوالي باند هاي سيكو لطاي بركات دا أنا لسي سبيسيد وقاد يعني تحليل سبيسيد